في مقابلة ثانية تلعبت البارح مستقبل جابس تربح النادي الافريقي 1-0 بونتو ماهر عامر ولمجد عامر بالدقيقة 13. لمجد عامر هو صاحب الهدف بالدقيقة 13. النادي الافريقي كان عمل احتراز على ما اعتبره الفريق خطأ فني من حكم المقابلة الحكم المساعد ديما حسب كلام مسؤولي النادي الافريقي اعلن على تماس للكلوب وقت اللي كان اللعب متوقف وبعد الحكم كي رجعت اللعبة اعطاه مخالفة المستقبل جابس احتجاجات كانت من يوسف العلم المسؤول في النادي الافريقي على تحكيم الملاعب الحكم امير العيادي البارح نحكيه على تصريح كان قدمه المراسلنا في جابس عبدالله العمري. عبدالله العمري زاد من ناحية أخرى كان حكي مع مدافع الفريق مدافع مستقبل جابس عبدالله الجيشي وكان أكد له أنه عنده زوج عروض رسمية حتى تو اتصالات مع ترجي رياض التونسي والساسس. يعني عبدالله الجيشي نجم يكون أفرتير من مركاتو هذا نحكي عن مركاتو الشيفي موجود في واحد من زوج فرق قدومة ترجي رياض التونسي والساسس خصوصا أنه عقده مع الفريق عقده مع مستقبل جابس يوفى في جوان 2018.